الحلقه الاولى غادي نهضروا اليوم على مرض الاكتئاب. الغالبيه ديال الناس كيخافوا من هذا المرض هذا وتيقولوا بانني مفقت ماشي هو هذاك او لا فقت مقلق دوك انا مكتئب. خصني نعرف بان كاين الفرق ما بين الاكتئاب وما بين الحزن اللي هو الشديد. الاكتئاب هو مرض او الاضطراب النفسي اللي كيكون ناتج على مجموعه ديال الاسباب اللي كتمكن تكون اسباب اللي هي واضحه او لا كيمكن تكون واحد الاسباب اللي هي ما واضحاش او لا ما كايناش. خصني نعرف بان خص تكون فيا الاقليه 3 شهور هاد العلامات هادي اللي غادي نهضر لكم عليها باش يمكن لي نقول بانني مريض بمرض الاكتئاب. اولا اما كنكون كنعس بزاف او لا ما كنعش نهائيا، اما كناكل بزاف او لا ما كناكلش نهائيا. العلامه الثالثه هي من كتكون عندي واحد الافكار اللي هي سوداء في الحياه ديالي وكنولي كنفكر بان الموت هو الحل الوحيد باش يمكن لي نخرج من هذا المشكل ديالي او المشكل ديال الحزن الشديد. الحاجه الرابعه كذلك هي من كنولي اما ما عندي حتى شي انتيري لشي اكتيفيتي او لا تنولي عندي الخمول بزاف في الحياه ديالي. الا كانوا فيكم هاد الاربعه العلامات المده ديال مينيموم 3 ديال الشهور نفكر بان ممكن نكون كنعاني من مرض ديال الاكتئاب. الغالبيه تيخافوا تيقولك فيا اكتئاب ياك ما غادي يعطيوني الدواء. ممكن نتعالج بلا دواء، نقوم غير بحصص علاجيه اللي كيمكن لها تداويني بلا ما كناخذ الدواء الا في حالات قصوى خصني ناخذ الدواء ديك الساعه اللي ما خصنيش نخاف منه الا كنت ناخذه بطريقه منتظمه. ما تنساش صحتك مسؤوليتك، ما تغفلش عليها.